الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه، قال: باب ما جاء في النفقة المطلقة. كبد المطلقة هي الأفري نفقة هذا وشيك وإجمال وشيك من أحاديث أعراض في المذبة. طلقت كبدي يعني ننكو فري أما وحى طلقا طلاقا سيما بائنها النقطة كبد أما هن طلاقي رجع جاها فسوق لي يكون كلا يعني طلاقي خلع عبا إسكسوق لي فسق يكون إنما أنت يعني وإسكسوق لي يعني مفارقة إن بلو جدا، لكن مطلقة أمو إنت بضان يدا بضان كل قطاته بس الخلاف دون طا كبدا مطلقة دي هدي رجع ياتها الحكم الزوجة خطايا ويو ضرع أقل ويكاد ونساء نفقنا ويكاد ونساء هدي رجع ياتها ضلاقة هتيك بدا انتا لفر لسور رجع يسنكر وحانا شوحانا رجع يكون نقوم كرتا فسقنا إنو نقبدا هين وحا يعني فقع لغفري فسق يعني أوناهين قلعنا أوناهين صدح دينا عن لغفري أين أهين معنى غير مسؤولنا يعني مسؤولنا يعني أين أهين غير مسؤولنا أين أهين أما هديك بدو شجعي أي تايو هذا القضاء أما لبط القضاء بغفر أقول عنا ما يجب للسوكري قبل دخولنا يعني بعد دخولنا أي تاي بيننا أي رجلين شجعي ذي مركز نفقا إن السكنة لبطا ويقول هذا أما كبدو هدي أي مطلقة ثلاثة صدح دي هدي لغفر أنت عددك وحا لك حد نويت عددك وترتوي حاملنا هنا هين بي حاملتها يدو على كل حال بيدو أما بينونها النقطة أما غير بينونها أما بيها النقطة أنت حاملتها إلى عددي بيكون ترتاي دي رجعيتها وسائل لكن هذي بينونها دو أي بينونها تقبرتها يصدح ذي كبرة لقود العطو حاملنا أيتها نفقوا إلى ذاي نفقوا إلى ذاي لكن سكنة دي يعني أنت حاملتها دي يعني سكنة أيضا أنت بدن غالب كوي كبول هذا دي بي مطلقتها ثلاثة دي كبول يعني يعني وحي كبول نقنطون تها لكن دي مطلقة ثلاثة حاملنا عين كركا تاس وحي كبول وحي انت عجد كنت ارتاقل وحي كبول هذا سكنة لكن نفقه كبول ملي ودي مفارقة دي كبول أنك هذا تيضو نفقية سكنة انت عجد كنت ارتاقل سكنة ويلاده لكن نفقية ملي. وبي حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن زيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس ان ابا بكر ان ابا حفص بن ان ابا عمرو بن حفص طلقها البطة تقبضها فاطمة بنت قيس ويو من كيدي اوكاكا ابا حفص بن ابا عمرو بن حفص طلقها البطة فالقد يدن بيسى مصدح ذي بكفر فالحال هو غائب بالشام شام وكما غير سبب شام كم بخم بدل قد سيس تحاط بمرخ كفر أبي خد ذات عين قلب تض معناها الله رضوا إنه قم كرتها لكن رواية كلا وحي شيء قد بدل قد يوتن بيسيبه صوت رأي هو غائب بالشام شام سراكم مقن أرسل إليه هو صوت رأي سرا هو صوت رأي وكيله هو صوت رأي أما فأرسل إليه وكيله وكيله لهذه فاعل لغسقه أرسل فاعل سيدي هذه لغدقه وكيل يسوى أصوات دري كبرنا يا إذا أصوات دري بينكم بشعير هاد بيصوات دري هاد إن كبر الله سيء وكل كان نفق الله ركبه فسخيد له كل كاسه وعروته في عروته وأنك وصوات دري يا مركو وكيلك وكيل كم صوات دري أما هو حال أورن كرا وفرسل إليها إليها وصوات دري وكيله هو صوات دري وكيل كم صوات دري ووكيل كم مثل الله عنده الشعير مع شعير حال يهب الصوت رأي وكيلكم فتخذ ذوي عرض ووكيله كله ولا جود كرار ووكيله بع صوت رأي على أوران كرار وكيل كي بع صوت رأي لكن بإذن الموكل بك صوت رأي بإذن الموكل بالشعير أو فتخذ ذوي كاس عرض تقولي نسخين كبركنا وحقو قرن فارسل إليها وكيله نسخون كبر كونه وحاكو قرن فأرسل إليها وكيله وكيل في مصادره بشعير مع شعير نسبة وضاف التقيدة فقال وحيني إنك وكيل كاها والله بان كل أرتين ما لك أذيك وكو ما صغنان علينا عن نغا من شيء نفقه بان نقوم أما ما نفقه بان نقوم
marka baynoon ay ku jirta xamilana ma inay lagu nafaqo lagu meeliyo ee inta uu siiyo qofka maxay noqonaysaa taa nafaqada walaal waxa uu siiyo maxay noqonaysaa waxa isburin baad wadaa waxba lagu meeliyo iyo waxba loo qeynayo labadaas bayna iska soo horjeedaan soo laan ma waxa loo waxa ka dhigan tahay waxa loo keenay gabadha ma aha nafaqo waa mudco mudca loo keenay inay saa tahayna waxa ku garan wallahi ma lana calayna mishin waxna faqa inuu gumir yidhi laakiin mudca waa mudca waxa gabadha imika loo keenay waa mudca mudcadana waa soo marnay oo gabadhu hadday mas-uulo tahay inay nafaqadii la furo kol inay mudca leedahay xaggeedana tafriiqu xaggeeda una ka iman حقيقة أمنا يعني قل لي كذا إيمانا فجاءت كبدي وي دعوته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وحي إلى الشريف وشيخته فقال النبي وحول ليس نصبنا أن لك أذق عليه ما فقط نفقك ملي ولا تظن طلق ثلاثة طاي حاملنا آذنا هين نفقك ملي أو عليه نفقتك ملي هدات وحيك تصن شيء غير إلا 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 عممي ما لك علينا من شيء تو نفقي السكنة لبراسه وظن قنيسا نفقية سكنة إنه كان شيء شيء نفقية سكنة وهذا نقول لكن وحسيق إذا الرواية ذن كان ضمبة ليس لك عليه الرواية ضمبة وحول النبي وحول شيء ليس لك عليه نفقة وأمرها وكان أقل وإلى ذي مرك وأمرها وقول فري أن تعتد في بيت أقل إنه يكون عدة رسطه في بيت أم شريف كبدا أقل كذا إنه يكون عدة رسطه وأقل كي هذا ويكب حد يقوم أقل كلا يتكتي وكل حد مدى أقل لنا أن لا صبن نفكر لا صبن لبدي منه ثم قال وحول تلك تاسي كبدا أقل كاسا لفري وأمرها دنت دنا النبي إذا حضر وقد بقى هذا الكيس وراه تلك تاسي امرأة تقول يا كبر يخشها أصحابي أصحاب إذا أنت بدن زيارته وتكتا وكبر مزوره اللي زيارته سخاونا بدن مباركانا هو صحابة أو تبي ترتبي عليه كبر marka taas hadal ka dadka dad badan baa meesha joogtaana xamiid meesha ugu xijada xamiid meesha ficitaa ku xijataa suucinta abdullahi ibn umm maktub ninka aktiisa tag daruur ahaan nabiga halka u geeyay baa leeyahay fa inna hunaka tirjinu rajul wa ya ama inda la tadqina wa sadiga ka taasiyaba ki hagoogtaada iyo dharkaaga inda uu xaalad aktiisa ku sugantahay kuma arkay ilaa hagoogti iyo marka dharkaaga kale waad ka yara fadeeyay kartaa oo isoo haduna ku arkay kaba dhigna marka adu waa daawo kartaa kaba dhigna adigu yahay waad subaan meel maadaama uu ku arkay mid aqti tawad ku noolaan kartaa faida halalti marka halal uu dafaadi lini iyo maysi nabi sallallahu alayhi wasallam qaradu xisri falamma halaltu marka halal uu karto leh waxa uu sheegay intii kulka halalnimadii waxay u sheegtay raggan ila gacal kulkiiba rag baa samay kaba dhig ila karto leh waxa uu sheegay anna muawiya tumna suabi sufyan wa aba jahl ibn hisham nikil urajay khababani inay soo dooray لبضات أشهد فإن كان أبو أشهد تقولي بأن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضر عتاه أشيس كمن لغو عن عاتقه اللي كنت كمن لغو كمن له ودرية وقراعة أما سوى حوي وسفر بدية لبضا الله المفصل أما أبو سفر بدية وذا كمن له نكا سفر كبدن لي يعني وحلق يا بأينا نكو ولا قنع أما سوى أشهد قلبا بأول بذنب يعني وضرب بدية taasi waxa weeye waxaanu waxa loo soo tiri shaqada in kaatay ruux wala tashado wadakar masaawiha dibu sheegi wakiil minha shaqo jiray hadii ninku mushaawir uu kula kula tashado waxa ninka aad ku ogtahay wada ku xamanay waajibi kartaa weeye waxaanu ku xamanay oo garac badan yahay oo safar badan yahay intaas xambay noqon lahayd ugu wallahi yadaw ataahu an aatiqihi wa amma muawiyatu fasalakum wa ayd xamaysto dinka dadka boqorka noqday waa goor ayr لا مال لهم مال مال وين كان ذا حوله يا لنوي لكن مر كيتم بدي نك وحنا نقدر نك مقر خايفة توصى خابو فرنا نك معوية كذاي جاب ده بعوض وحش اللي بس أنت حين كل كرسو نبي كور نم بخلت لي أنا بوسام تبني زين كيس كرسو ومولع هذا قرشتها ما بقول كعلي وكعلي كمان لو حيت نك مولع كيس كرسو أرض وحسي كريتو وارن عايو وكل خواني رقلت ركتي ذي ترى النبي قيل يزيد كلو يدي ثم قال ترى النبي قول حكو يدي كحيسك قد سوسامة من زيد فنكحت هو من يسري ولو بهريب كدغا تاي فجعل الله إلهي وحيبا يلبي تريك في ذلك أرك خيرا واقتبت به وانقرها يستي وانقرها يستي أما رواية كان وحوي واقتبت به والله يمكن تاي
waa lagu kartay ninkay doona ha noqotee gabadhii mudallaqatu talaasada ahi afakama leh xadiidkan kolka waxaad moodtaa inayna suqna lahaynoo ayna lahayn guri ay ku xigta tirsatana inayna lahayn laakiin qur-aankaa sheegay inay suqno leedahay لا تخرجوهن من بيوتهن إلى عبادي قلت قرآن كاشا إلينا سكنا لهذا لكن نفقد حديث كان انت بنا وكيس عمر وكهر مجريوي ويبتي ونوع من دونا لكن وحا لغو قنعي حق أقل أقل ملهي هدي يعني حق أقل ملهي أقل قبضه إلى ظهر في عدد انت كنت أقل كشيء تقول أما كراح كوك الشرماء انك أقل كسي وهم ردين لكن هذه النفقة نقطة نفقكم هذه ولا تنفع عملها هاي تاسين غنيسا زوج كمرك أبو جهم رواية نوحي يحيى بن يحيى من أشهد منه نو ولما ذكر الإنتين الشيء بهم بوسو وقطع رواية وأبا جهم من هشام سدى نصر كيس الشيء من شهاب من هشام ك سدى قطع أنت بدن رواية رواية بركود أبا جهم من الأنجيل وذكرنا إنسان أبا جهل بن هشام تار أنت بدن رواية كم ترى إنك تقول مثلا ذا مرام وقد عاي إنه هنا يعني أبا جهل بن هشام كه مرام بقى قد عاي بالليل هي أو حن الليل إنك أبا جهل من بالورنجر بن هشام هو غلط بهذا الليل أنت توا غلط أنت بن هشام أبا جهل واسمه هنا حذيفة لله القرشي العتبي هو صاحب الأبجانية توي وذكر الناس كلهم حشيدين ولا أي شيء ولم يسيبوه نصر كيس من الشيء إلا يحيان هذا إمام مالك وري ألا أنت لسني بوي فقال إن شهاد إن هشام فهو غلط ولا يعرف لكرم هي في الصحابة أحد يقال أبو جهل بن هشام لما وكرم اليوم ولم يوافق يحيى على ذلك يحيان إمام مالك وري لو ما وافق إن أحدكم ما وافق ومن هو تلك وطا ولا غيره من قاله عياض كم عبد البر إلا أنه قال وحول اسمه عامر بن حذيفة بن غانم العدوي ويقال اسمه عبد الله بن حذيفة وفي الرواية ابن قاسم اسناد بن هشام باكو قرى كرواية يحيى لكن علماء بركوت غلط بك حتى كان كل قال يعني وحول نبغو على محمد حتى يروى حكى لفظه وي ننكا مركا وحالي يعني وحول قبضنا المركا وحالي قبل منك وكل تلي وتاسو حقك منك وله وكان ترى تلي أو وكا حديثنا وحاجة اللي شد قل هذا مصر كذا كتوم حق كفاءة وحكذا قام حق الدين تي لأن حق مصر قال أنا قبل أن يقول شيء أتنا من مولوه أبيه الحريب ونجم كل شيء كفاءة هذه مركب منك وناس ونجم كل الكفاءة في الدين حديثنا يدري شنيا وإنا يعني كفاءة لقد يعني إنا هين كبقى دروح المولية هاي أنا ابن مولوية كبر فرشين نقول سنكر حق الدين تون لغوا ضو هذا تمرك حديث كان وحالون تريشن وكله كبر له هدي أي من أجنبي أكتي تقول إنت ترسطه ويسكك شو ويسكك شو سيد أقول إنت ترسطه بنان تين سما بنان ضرورة ها ويو بنان تين بالليل كبر ده ضرورة لوجود بالليل فاقرا بني ما أنا لمشي جدا لليه ولماذا بركود واحدا كبر ده xeerki ay la noolayday agtiisa gurigiisa ee heshiin weeyay waa kii sharqay caayisha sheegay jirtay waxa ay sheegay jirtay ma ku cidda tirsanaysaa way ku cidda tirsanaysaa qofka iyo noqon qofka isagu haduu dhalaan yahay waa kii xadiidkii iyo waxtana aha afcab yaabani aqtaba hadii aan ninka iyagu meel dhalaadii ninka falkii waana afcabna yaabani aqtaba iyagu meel dhalaadii marka iyagu iska qariya iyaga laftoodu ma ruuxa awradiisa lama eegi karayo oo iyagu dharkaas kaga dhigi kartaadu ma aha أورا يعني أجنبي نيو يعني بقول بناء كتاي دار كل شيء يعني هو هجوكت إيوه سير هو كل بركود الشيء يعني هجوكت إيوه أقل خير من كل جوكتو مركا رد بدن ما دام هو إيمان إيمان مركا يلا مركا نك ويستقر ويستوى يستأج أجي كتاي لو جمجي وحديث يا كلاك دليلة يا صنع قصص صار يا فحم يا الله يا أنتما إذا كم يأتي دلالة دينا أوردي سمطها مكرتان وبي حدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب ومغلي يقول صغوله البينونة تبدا بينونا دا لا تخرج من بيتها اقل كذا كما بحيث حتى تحل الى عدتك حلال ودو وليست لها نفقه نفقنا مله الا ان تكون حاملا ايتام ولي
وينفق عليها كرك حاملته ولا نفقين إياه حتى تضحمها إلى أورك أي كدكتور ولا نفقين إياه لأن أبو حوية هتي كل حاملته إن فقد ما يضع على كل كامسة حمل قاله هتي فوق هذه السوق العفية حمل قاله يضع عليه تروح عنا يوم قاله لكن سببت كيني تي الله سينا يوا حمل قال الله سينا يا لكن الله سيء نفقدت الروح عنا يوم بعد كله تاترات الأورن مايو حان نفقد كبر الله سينا يا ما يضع عليه حمل قاله حمل قوة سبب لكن يضع عليه سينا يا تاتنقول إسا إلا أن تكون حاملا أن يتابعه حاملا لما غنوانك وحمل قل الله يبدو كل حاملا للي أن ينصب إلى الميت أما أن ينصب إلى المطلق إنك مطلق حملك وإن لون سبينه أما حملك أن يتو حمل سينيا حملك معتبر معها لسين معي يتو حمل سينيا لسين معي أتو حملك أن ينك أوري من حربها هذا كبدو أدوان تهينا ونصوم رمي إيه حملك مرك إنت بنا لقاها ضيو في عدده حتى الكوكوي أين المدن في عدة كوكوي هذا عن بعض يعني حتى تضع يعني إلى ليه حمل عدة كوكوي أن يكون منصوبا إلى الميت صاحب العدة نك صاحب العدة حمل وائل نسبين أما حمل وهذون هذا حمل سكيل كويبي ونك فري أن لون سبين ونك فري وابد سبين كبر بنك فري وابد سبين أن ولد على سبين حمل عمي الله نسبين كرا ونك فري ونك بعد الله بس نجيب لها كذا مكان أما أفر سنو كذا مكان يعني أفر سنو كذا مكان يعني حمل دي لومن سبينا دي أما نك يعني وحويه وانن الذي سبع إقوام ثاي لبعض قبى إقوام ثاي وحنيه سيء يذكر كثير ولا كو إذا الحمل كان لون سبين كرا لون سبين كرا لون سبين كرا لكن أذى ذكر كل كوي يعني خيي كوي سوا هذا لون سبين كرا وحلاقة جابا يعني مريض كثير بعض حلاقة جابا هاي يعني مريض يذكر كسمح لنا ذكر كثر حدا كلا وحواق صبر وذكر كو إنه محل في الجيوب بل دون يعني يعني بدون مستوى ما كرتاب على ليه الحمل جوا الله نسبين كرا هذي يعني حنين متي جوجان يعني الله جيابه لكن هذي لما تبغى أي تلاوة نسبين الله نسبين كرا ما كان منك والله نسبين يعني كل كا أي عدد كوكوي حمل جوا مركز عدد كوكوي أما سيدنا وكلام فقط منك فري الله ويا لنا يو وإن حمل جوا منك مطلقة أما منك أنت الله نسبين فمثلا يعني مين مويد أنا جيد أنا قاعد قال مالكم الأمر وهذا الأمر عندنا أرن كاس وأرن عبد أنا قلت هذا أمر كان يقول وبي حدثنا أبي حجة التي من طلاق زوجها كبرنا أما إذا أعطوتي عدة عدة سنة عدة زوج كذا عدة ليسي وأعطون هذا نك زوج كذا نحر يعطون بون قرا قال مالكم حول الأمر عندنا في طلاق العبد يعطون كعطوف الأمة إذا طلق عمرك فر وهي أمة يضع أعطونا ثم أعتقد لي حرودي بعد كل كلا فريدة لديه حرز بعض الطلاق فعدتها عدة الأمة تولي لا يغيره من بدليه عدتها من جديد عرفها حرام فاده كان ذو حرصنا له استدى ولده عليها يعني كان ذو صناطيا له استدى عليها يدا رجعة رجعة ذو صناطيا أو الله أمثل لم تكن عليها رجعة ينوص منه لا تنتقل عدتها عدة ذي مبدة المجسوم عدد مبدا الدلميس وهو يحرم ذي كل هذه كل كلا فري أضوان هاي عدد عدة لما تبى نقول هذا يحرم ذي عدد مبدا الدلميس وحالات الطلاق عيسى يعين ما يقبل خص عن إتابة ذي أما رجعية هذا قطع عدد سواء وحكت قبل سواء كانت سواء كانت له عليها عدة أو لم تكن ينعان له سدى عليها رجعة سواء كانت له عليها رجعة أو لم تكن عليها رجعة اللهم صل على أشرف المرسلين مثل جوره عن قطار لا تنتقل عدتها قال مالك محيود إمام مهر محيود ومثل ذلك تعطوك لو حوي الحد حد لولها الروح أضانت أضانت لولها ومثل من نظير والتنظير مثل إيش أقول كلمة مثل إيه تظهر تكاف إيه كاف من كافته يما مثل إيه كل هنقة تبتين تمثيل بالو ده مثال بالو كل تنظير بالو فبسلة بسلة كلو انه يسكن بدها ان لسوق 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 برق اللي يطاع تنظير بالو ده دي مثالة دي اللي بيثالنا وقاعدة دي لشيء بيثال كي دي لشيء جنا مثال بالو ده مثال يتنظير نظرة ومسألة مينوي
لبشر كلا أجنبي يعني كل كلا سكره وين المال وحكت حيث وجو شبر وين وجو لكن دي وجو شبر دي لبشر اللي سكره بدأ سو عين بس وشيء ما نقول يعني كاب تبرك كاب تشبيه هذا نقول تبرك شبيه بشبه وسميت ما نقول يعني هو ما نقول يعني شبيه بشبه ولا بشر كلا لبا هو هذا سو شبيه بس فمثال كل لكن تشبيه معها تشبيه معها وتوضيح وذلك ومثل ذلك الحد يقع على العبد اطراف قطعه ثم يعتق وحده بعد ان يقع عليه الحد فانما حد حد عبده فاطار حد بل حد جهل قال مالك هو الحر انك حرته يطلقه وفر يا الامه اعطوت ثلاثه سطح القضاه الكفر اعطوت وطلاق حقيقه انك اعطوت حرصت على يدي وتعتد بعدتين حق عدتين كبر على يدي بحيضتين وتعتد بحيضتين والعبد أطلق يطلق الحرة تطلقتين وكفريا وتعتد ثلاثة قرون وتصدق له وحق لفيرنا يا حق طلاقة حق حر نمدي أطلق يا لفيرين لكن حق حجدنا حرتي حجدي والخلق هذا المسألة يدنا يا عصيف عن بوقت طوعة حبيري قال مالك حلو والحر يطلق الأمة ثلاثة وتعتد بحيضتين والعبد صدام بان علماء كالقوة فصدق والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قرون قال مالك ترجع للرجل كما هو كاتب وتكون أن قد تحته ألم تعطون مقبا ثم يقطعها بمسوء بسرد أظن تقبل بمسوء بسرد ويعتقها موجح بالعجيبة أظن تكون فراء أطون ماذا كو قبطي لغدنا سوء بسرد وغد فرصبا إنها تعتد وحدة الثل قلت طلاقه هي بكرة كنتاي أما هو ما قال هذه حرمته أي تبيسي حرمت هو هذه البيت الا هو يفرض كما تمر هذا سوي تسوي فرض وملك النكاح مال ما ولا كلام ملك جايو نكاح مال ما ولا كلام ويعتقها هو حريه فانها تعتد بدة أمة حيض الطيب ما لم يصيبها حضون اصيل انت يعني هنا اذ كنت ادون كل في هراء اصيل بالدليل وحين نقول حيض الطيب فان اصابها حضون اصيل ومستوي لنا كدكتور اما اسكو الضيابة فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل إطاقها أنت إلى حدوده لم تكن عليها قرك إذا ما بجد هو يكون بره إليه إلا الاستبراء بحيطته حيضهم بيقول كان نقول سيستبرع ومركا كل هذه يعني وينه يعني استبرع بالأولى عدده ما قال يسابع كتلا سيستبرع ملكه يعني كلك عدده حق عدده ما لم يصيبها يتامعها فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل إطاقها إن هدمت عدتها عدده ويكون بره قال فسخن الكافي بالملك فإذا أعتقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيدة وحيدة عند المدنيين طبعا ونساء باب جامع عدة الطلاق طلاق عدة يسويح الجامع لأحاديث جمعين يسعين المسائل جمعين يسعين لا الأحاديث أحاديث يعني باب مسائلة يعني باب جامع للمسائل عدة بكتغة باب جامع للمسائل عدة الطلاق طلاق عدة سباب جمعين هي بكتغة وفي حدثني يحيى عن مالك عن ابن سعيد وزيد وعن يزيد بن عبد الله بن قصيد ان الليثي عن سعيد عن سعيد بن قصيد انه قال وحول قال عمر بن الخطاب ايما امراه علقت طلقت بالفروح ايما امراه طلقت بالفروح فحاضت حيث حيضت فحيضت حيث اغمت حيضتين ثم رفعتها وحاكتر نقطه وكتكتيلا حيضتها ما كتكتيلا قلت الا حيض اما هل حيض اما لا اما حيض كي لقوالي فمثلا خطر ويتعويض عذاب عليه قلت يا هذا حي له الشيء ان انصدح قريبا لدوني يا ام الله ام حيك كجي ياتي ام ياتي كما دعنا ام حيك فانها تنتظر ويسوغي بان حيك ويسوغي الى وحائد حيك بين كل ستر سنه حيك يكرر هذه تسعه اشهر بيسوغي سيال بلوغتا الكفر فإن بان بها حمرا لأربى بعكر إنه صوبها وحيث وحكت في أولو يا يطي حامل الله ما الله أركو فذلك فالأمر واضح وكعب ومرك هذا يقول لدي عن حيث كي يستطح فقال كي يبلو أركي بين نقطين أركي بيوعد الحمل اللي كل عدة سنة تساوي وإلا هذا حمل صوبه اعتدت حتى نوح عدة سنة إذا بعد تسعة أشهر فقال كي يبلو مرك حكا وقابطه أو صوبه وآيو وحي قبضي أبوه زي ما يكون نقطين أشهر بيقول نقطتين ثلاثة أشهر عدة سنة صار ثم حلق بحلالين يسعى
ilaa waxa la ogaaday 1900 bilood ee gaadhay urkina laga weeyay 900 bilood xaykina uu soo noqday taaja waxa noqotay ruuxan xayli ee ruuxa sababta saddex bilood oo tabaq ku qoto sanad ay ku ka noqday sayid 900 bilood marka saddex bilood loo geeyo 900 walaal 12 soo maqan sanad ay noqotay laakiin waxa la kala qaado ijeed iyo saddex bilood oo tabaq 900 ka waxa la sugayay inuu soo baxo inuu soo baxo la sugayay mana soo baxo تو صبح انا تبو الحمد لله نقول لك وبي حدثني تاساس اخوك بتبي يعني كل دون حمل صبح تاساس كده قال ثم حل من الزواج كل كتب حلت من الزواج اللي حلال ما قريت قالت هي لكن حي في مسؤول قوه سب تاساس وشاف قد اذن قبل يعني كل دون علماء برضه بحيث انه يا سي هذه سكتي ولي ما ينقارن يا حائده مستوي سنه يا ويسوي وإلى النبي يحدنا ثلاثنا ويكون هران نساء سنة أخرى وذي حي سوى يعني هدو يعني يعني كل الدين هنا صوانا يشنو يعطي الله بيش يعني علم ذلك القول نساء يعطي الله الله فيه لكني ما يمدك نساء سوقات نساء نعم هذا وصدق باب بلولي كذب بسون حيث كهلا قاعد يقول صلى وقل كهوا مرتابة بين قتل كذب الله مرتابة وحيوه وقبر لقى الشكي انا حامل لها هي انا حامل لها هي طابع لها تبوا ان لو بعد حي تب لو بعد وي حي كانوا وصلوا لقد لكن حال كانت صابح كرا صدح لي كيلو دتها تقول كيف تتر صدق ادانا كل كهدو حدو حي صوب وتاس حتى ودي بدل بالي وكمان ان كل كه ان قطه حتى تلكي وصوم نقض ادانا تلكي وصوم نقض وصوم نقض يا مركه ما ورار لا وبي حدثني عن مالك بالك وري إمام مالك بن الجوريج عن يحيى سعيد عن سعيد بن سعد قال أنه كان وقال يقول الطلاق طلاق للرجال والكلى والعدة للنساء طلاق وحى لقى أقبل يا إيوان قريش مصر لقى أقبل والركع طلاق ركع الكلى منك قبرنا قبوم طلاق يدك إذا كل كهتي قاضوه يعني كل كهو ما يكن نقضوه ومركع دين سيرد إليه الإصابة ما يعني نقضوه هذا الطلاق بينهم لكن فسخ معه فسخ الاسلام كامله فسخ حطوا اسلام كبرنا كم فسخ هذا اسلام كامل لكن قبل ما تصير فسخ اسلام كامل قبل ما يصير هو طلاق طلاق ما كان له جيدا اما خلق كتب طلاق اما خلق غير خلق كتب وحي طلاق حقك عن شيء وجيرا حجاشا حجاشا لشيء وانا قبل ما اصور هذول يسووا وكيلا يعطونا وكيلين مين لكن مثلا واحد صامر طلعي يعني مسألة إيلي قرأ وحيبا لأفضل تبريغتين لأطول إسكفهم من كبير ويصابهم يظن أنه بخبرين لكن وحيبا صابهم أنه ماذا كنت بتبث في تشافيين يونه في هدو يسوه فربا له وطلق بها له هدو تيدان أقولك أن يطلقها الحاكم نائبا عنه سوى نائب كعب كفر أيها سوى مكيلا لك أنك نسرت إلى ضرورة الضرور يزال بأن الرئيس التليشري الضرور يزال فرق هو لزوله يلا لا ضرر ولا ضرر فلو اقرا وانا اديك الاكراه بقى لما في اليوم لما سالت اقول الاكراه واصحاب عليه مرفع الغوطه اديك لو مقام لو استفر هو الاكراه يقول والله اقبل سرع كان اذا صارت لو اكراه سرع كان حق بقى لو اكراه حق بقى لو اكراه كل كون عده للنساء تمر فتاه ترى كون هذا الحسين يقول لك والله اقبل شيء سبب هذا ترى انا بقول انك انا كبرت وافر يا سيدي سوف الله سبحانه وتعالى هذه تيسوق وانكر وطلاق مرق الغفر ايضا غفر فسوى مثلا كلو تطلاقي سبب بعض طرائق كلام لو رم هاي سبب ملا يا مرق وحكم بركة سوى سوى كبس يوفي سوى كبس يوفي قبله ما صار سوى كلام ويقول في قبله ترى لي والله يقول حسيتنا ويقول قوضي أي شاكتنا لكن الزمن الإمكان وإن الكبار قوضي أقل إلى تجد وحين صوم على ثلاثة قروء صدع قرء وإن هي شاكبر ولكن بدل أي شاكتين يعطي كل كورا قهر إلى مغفرة هذه لك الصوقة على المثال هان كبرنا وكي لا فر تاريخ دي لا فر هتي لگا سو قاو ا دي تا دي تا دوهر دا دوهر دي گود دبي مال لو واحد هتي لگا فر دوهر دي گود دبي او يا حيشو حي كينا لگا دگو مي تا لها يوم وليلة يوم وليلة لگا دگو حي كي و يوم وليلة لگا دگو دوهر دي سو كبا و جرا كرو سو كرن سن اكثر كيس دوهر دي يزو يلي يعني يسو انت بدان تظهر بمش عمره هذا هو صدر مع الماضي وحيا
وكوكو كراه كوكو لكن هذه ترى هاي مكان تهذيك إلى فوري والضباط جيد جوتي والتجدي وإلى بحر لقى عبر ماي ده ممكن ما إذا ما الضباط بكوكو كرتا بالوحك مخبض الموي وحير بكوما كوكو لا تفتح قرآن تيكو سورة قلب الله أتي آخر الظهر الظهر آخر الظهر أنا لابد جمع أنا بفرو وأقل حيث كان أقل كي لقى سوق هذا ظهر أنا أقل كي لقى سوق هذا حيل كأقل تيبا لقى سوق هذا ظهر أنا أقل كي تيبا لقى سوق هذا حيل كذب بيجي أنا أقل كي تيبا لقى سوق هذا يوم بولي لا لقى سوق هذا ظهر كذب بيجي أنا أقل كي تيبا لقى سوق هذا أنت أقل كي تقدره يعني ممكن نقول كرتادي أنت أصلا ممكن نقول كرتا لكن بالبلد باليد وقاري أما باليد أذو أفرتنا هذه تكير باليد دورة باليد وقاري واحد واحد عندي وين قوي لا يقبل من على ربنا تاريخ دلوقتي فرق ما باليد قاري أقبل وين يا كل أقبل وين ممكن نقطة جبروه ما خبر بحال هلا كل كيف اللي بيهر اللي يودي يعني شيء تلاقوه إذا قوي كل كاب سكيل هاي هذا يلا قال مالك محور الساسات يكون قتول وفي حدثني عن مالك حين سعيد أن سعيد من سأنه كان يقول الطلاق للرجال والرجال رجنا محل يجيل للرجال وبالغ عاقلة كانت يجيل وإن كان عبدا أما السبب يجب مجرم محمد في الكرام مكر هنا محمد في الكرام إن الطلاق سيدي تبشروا دي إلا صعوب من عاقلة من عاقلة وبالغة سكران كتصورين مجرمون سكران في السبع عقل ليس سنة سنين بطلاق صلاة بل ونوع من طوناي وبي حدثني عن ذلك عن مشابه عن سعيد وسأنه قال عدة المستحاضة كمان المستحاضة عدة سنة طبيعي ثلاثة بوكا كمان أعطيه المستحاضة هاي لبا الله كلا قاضي طونا متحيرة هو في يعني قرموا لي وقت طلاق وكل حيث وكل عجربي وقت عادني يوحي لي ودي عندني تراديسية وقت اللي هو حيث يكون يكون عشروي لبدا ويبا ناصية للقاتل والوقت لبدا لبدا ويبا 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 عادة ذينا مقالة تميزنا ما يسو وحيث في مقالة ترانيسة تميزنا ما يسو وقت اللي يكون عشرنا ما يسو وقت هذا ما تميزنا ما يسو تميزنا ما يسو وتميزه وحوي وين أديك لك على كرنا أو سابت لك على كرنا لغوك على كرنا مدوية عسيمية كذرية وحي الورجة وكما متحجرة واتكرة ميسا عدة المستحابة المستحابة في الدليل ويسعوك ويصبرة متحجرة غير متحجرة مكرا قادرة وأحسرة المومي وملك مال أو مال ملك إسواطا لكن ملك هي عسرنا إذا دو أقل في الشافجية ولم أعي ماذا كرنا إذا عسيم الشافجية مستحابة لما الله كلا قادر حضي أي تهي مستحاضة تو تميز لي أنا عادي دي كرنا يسا وقت كنت عشرية ساعد كنت عشرية كرني أي واحد هذي كرنا يسا كفاد هذي عدد دي وقت لي دي كرنا يسا هو إنه كرنا يسا ظهر لي وحيل كذا بكرنا دي حيل كذا كرنا يسا وقت كنت عشرية عادي دي كرنا يسا تميز هذي وهي كرنا يسا تاصيله أقرابي كل عدة يسا قال سكر بطا لكن هذي متحيرات oo biki oo meel alla meelo ka jira garawo ee kala ba garawo tamiis malo waqti ma garanayso tirana ma garanayso masana laga dhigi iyo meel isoo soo muuqad laakiin hadii ay hadii ay yani ay mutahayira tahay midalka shaafiyada iyo midalka xanaafilada iyo waa salaatatu ashur waa sadax bilood waxa laga soo qaadayaa waa yani sidii tii ay sidoo kale baa laga soo qaadayaa لأن أنا كرا سوي كفوسطين لديكي كمان أنا ديكي كرا سوي كفوسطين أنا أعطي ديكي كفوسطين وحيث نقطع أوكلا بمنزلة الآيسة لأن قبل آيسة أوكلا ما نقطع كل أن ديكي كفوسطين فضح بلد بكل عسة الثانية لكن المالي مدى الفيزة وحكاك لك سنغط أو حكاك لك سيء عن سيء مرتابة وكل حكاك لك سيء أنه هذا صور مرمي سنغط سيء أنه هذا صور مرمي تسعة أشهر سوريتي سبعة عشرين سجيسي صدح للبلاد كتب بيتنا عدة سجيسي توصل سنة معين نفس المثال في أخرى بقدر سلينا هذا صوم الله سنة رحيم اللهم صل وسلم وبي حدثنا حدثني قال قال مالك الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها
أي كرنا قطو ظل قلبي الله في ترفعها أي كرنا قطو حيث توحي بذيل حيث كبا كتر يدو حي الله حين يطلقها زوجها مركم فرو أنها تنتظر ويسوق إذا تسعة أشهر ويسوق واتي مثل إذا صوم الرن الوجوب فإن لم تحد فيهن سقال كابر بطين حيث اعتد ثلاثة أشهر فإن حاض بطين هذا روحي شحطنا وصوم قد الوجوب كل استنى بطين أي جوكتوب وحيث وإن حاض قبل أن تستكمل إذا كابر بطين كبرين الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض حيث بهذا العدل يسوق الثلاثة إذا حيث كلها تستدح لي بالأسفل هذه أي كوحي شعرت أن يصدق يستقالك بالأسكال البيسي استقبلت الحيضة فإن مرضت أنا وإن مرض بها هطي مركب تسعة أشهر قبل أن تحيضة اعتدت سنة ثلاثة أشهر فإن حاضر ومساك ومشقع فإن حاضر تيت أنية تبشي لباطي حي الشيء قبل أن تستقبل أشهر سبع استقبلت الحيضة حيث كيف أدرى قابل إنسان فإن استقبلها ترى هطي كمل الطول عدة الحيضة حيث بجدي سيء وقال صدح لي أهري هطي أشهر هطي ساهي أشهر فإن لم يعني حتى يعني كانت هذه شفعين حادثة ثالثة وكاتة فإن مرت فيه تسعة أشهر قبل أن تحيض يعتد ثلاثة أشهر فإن حاضت صنع طيح أشهر الثالثة تحيل كيف تتحاضر طيح أشهر إلا أن تضح حيل بيت واحد شيء يقوم بس لازم نسكى إلى هذا ظهر جنيه هراء يحدي براضة هراء تقال كيف براضة لو يصدح لي براضة طبة هل حيليها الشيء أتركا سنة كي تمر هل حيله الشيء سنة كي ستحاف تنأو في الصوت فإن مرض تنأها في أي مرطور بها إذا تسعة أشهر قبل أن تحيدة اعتد ثلاثة أشهر تنأ فإن حالتي ثالثة وسنة كي تمر مده الشيء كانت قد استكملت بدة الحيض حيث عدنين سوى لما تيوه وصيح كنت ما تواه بحيث كل كي أوريد تقال برزوي سبتي ويوي صدح بلونا وبطره ودي ويتي يقعد يتصل لي صدح لي بلون بدح يدي حيلش هل كان وجوه وضرب تقال في روض التلف تقال بلون ملك عدنا الله تبي صدح لي بلون كتب من كان تحت يسير من حيش هل كان يدنا النبل وضرب تقال في روض التلف صدح لي بلون يدرب تبيه يا الحيش حيث هو كيس تقبل صدح لي حيل بل سبي يعقوب فلفقة ومحين نقول تقولك صدح 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 تاني ان الثلاثة تسوء يسيدين سلوبة الشيء فإن مرة ضيما ارتبها تسعة أشهر قبل أن تحيد اعتد ثلاثة أشهر فإن حاضت ثالثة كانت قد استكملت بدة الحيض فإن لم تحيد مركب ضبيت على حيض كيوي استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت كل كاتب وحيد جدا باللوجوع علم هي كل كاتب كامل رقم على ليش حي ولزوجها عليها يضع حقوصنا في تلك ها في ذلك أرجع في بسأيدين ونقائصه الرجعة قبل أن تحل إنتين عجل كالدمان إلا أن يكون إنه يهيبوي قد بط طلاقها طلاقي كل ولد كذا ما يستر إنه يهيبوي فعدلاق رجعوا معه قال مالك العوي السنة السنة دين سنة السنة نبي الوية أما سنة البلد عندنا أكثر نبي السنة هاتوا بك سحابي السنة هدوه له والسنة النبي قال له جيل عليه الصلاة والسلام منك التابع ده هي منك كتب ده ما مالك يسوي يتابع معه فتابع تابعه ونقول إياه إن كان كتب بيها طوء السنة له عسلوه بل سنة نبدا هو نبقرتا سنة البلد هو نبقرتا إن تابعه نبقرتا حقا مصالح والقرد فألا مالك الحولي السنة السنة عندنا أنا قاعدت نبدا النبي جولة عندنا إذا تقلت السنة في مدينة إيهيتا النبي جولة فجل فإذا طلق عن امرأته وله عليها حال وصل هذا فجعته فعددت بعد عدة هذه عدة ترسطين فالبع عدة ترسطين ثم ارتجعها ويسوع الشديد ثم فارقها تنوز كفري قبل أن يمسها إنتو سنتامنا أنها يدو لا تبنيكم اللي سيصوه إجدد على ما مضى من عدتها إجددي كوري سكبر اللي سيصوه يقول أطول تيب يسوع الشديد بأليني توجه الله يمقطة وأنها ولي تستأنف ويحسنونيسين من يوم طلقها ما لنتي تنبيع وفري عدة مستقبلة الدهر لي يعني يقص عن بأليني الدم استقبلوها فيه رواية قرضي وخبزية دي بل كويسة لك لغتها فالدم رواية الظهر له تاسك لغتها وعدة المستقبلة وقد ظلم إسكا ذلبية زوجها زوج كيدو وقد ظلم أبو ذلبية زوجها نفسه إسكا أبو ذلبية وأخطأ أبو كفي إن كان عطوها
ارتجعها كقبل سوء عشر والحال في سوء عشر لا حاجة له بها دمنا طابت استغفر قبل طابت انت سوء عشر هذا الدين استغفر استغفر وظلفه وكبرته ونفقته قبله عنده هرلة والله نفقين في قبله يا رب إسا ايه وحرق ما يقول هذا قبل عزاء من يقول كثمان عزاء قبله قالي انت سوء عشر انت وجهك نكتته وانا سوء عشر زوجنا قبله كان هو رفضه عنده هرلة رواية الشيء استغفر بأقل هرلة نفقه لك سوء استغفر اسم الظلم سبب عدم يظل في سوق السماء الحيه ايوه تعصر وقد ظلم اولاد البيت زوجها زوجين ونفسه سبب عدم البيت واخطا اولاد كفري ان كان يسوي ارتجعها قبل في سوء عشره والحال لا حاجه له بها قال مالك وحوي حجد الشيء سوى طارشه دوني قال مالك وحوي والامر عندنا ان المراه اذا اسلم مرك الاسلام وزوجها حال زوجين كافر وياه ثم اسلم وقصه طبع اسلامه فهو أحق بها إسراء مضى ما دامت إنت قبل كجلت في عزتها عزة ليلة قلت إصوى إسلامتي قلت يهرها إذا تنجزت الفرقة طبيعية قلت إصوى إسلامتي إسابنا إذن إيدي كجلت وإصوى إسلامتي إسراء حق الله إسراء بل زوجتي سنقى إساء من سورة إسراء حتى لو مبعنا سلا صبع إسراء زوجتي سنقى إساء فإن قضى غضيك وضو عزتها عزة ليلة قبل لها قلت إصوى إسلامتي فلا سبيل له عليها وحوطوه وقيمة دمره وإن تزوجها هدو قبل دي كورسلو بعد إنقضاء ذاتها بدأت مركة كنما طيب لأن قبل دي وكافر رده إبا ليريه فالكاس اسكم يرسلي لم يعد ذلك طلاقا قل كيه رأي إسلام نمضى إفك الحرين انفساق طلاق لقد دي مهايو وإنما فساقها منه وحاقبت أكفت قيه الإسلام بغير طلاق قل كيه وحي كتغلتها قبل دي يو يعني وكرت ويا عزتي ورخصة يو يو يدي كده بس وقبل يدي يسجل بس عزتي أنا وياك والله كل كار وتبوي هم يسجل دونه تبوي هم يسجل شيء فسخي هراء فساق بالوراء إسلام ما ذكوك على تجينا إسلام ما ذوي كفر طيب ضلات معها كل كذو صوم نقطنا صدق حديث القضاء ويقصون قريصان كل كتبوي هم يسجل ضلات وكان هرمس شيء فيه انفسخ يا انفساق يا ضلات وأكل الله قلوا أكل علماء تقول قلوا عم حي كده ما انفصال كان راعنا ما فصل كان راعنا بس الطلاق حتى فصل خلا راعيو فتح ليه القضاء وحمل الصامية كان صوشي لكن فصخ هي انفصاله قبل ضرب بالوك لكي واحد طلاق حتى مرك قبل هذي دي مو بيسرتي اللي ما انفصال تاني ويسوي إسلام يسوي نبوكر ذاري بدأت مركز دماتين وصوى إسلام ويكال فرمين هذا هو كورسلي وحبي عن الأولى المهية محل المبعنا حال المبعنا ضلاق نسيب السيم وصوى مرأيوان ساتراتي أوليه سلدي وطابطيو لم يعد ذلك طلاقا وإنما فسقها كبالا وحافظ منه منك وحكف السقين الإسلام إسلام ماذا يد إسلام طيبا كف السقين بغير طلاق إسلام ماذا كف السقين بليه يتكلي ما باو ما جاء في الحكم لابد الحكمين لابد الحكمين في الزوج كهدي استيداء القرآن قرآن كشيكيي قرآن قرآن كشيكيي لابد بس لذو ديبا لغا شيك لغا معنا ما جاء في الحكمين الحكمين حكمين كم مركب حان وجه إن لابد كبرد لكي كبرد هدي يعني مشوث يعني يبادو مشوث هدو يبادو أردت حائل عنه إيه ريدا إصلاح انت آيات القرآن كأي فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي هذا وإن خفتم شقاقة بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي هذا يعني شقاقها طوبة لبضى الروح أي هشين لكري وآيان لبضى ضميزا بها ظالم ولكن شرع هذا الله بها مثل ذلك قال لقبنا إياه إذا كبرنا طهي كبرنا لقبنا وناشيك لغته أدو نكو يهيئ أنك لقبنا إياه إذا لبضى وقرك لك لكري وآيان عن قاضي الصمين يا إن عادله وكبر هيا لا تجين يا إن كذا ذلك على صوص صارم مثل ذلك كان مركل اللي وجدنا كاسة الإبن يا هذي كل تال واي هذا الكل يشوف سكر واي وهندي اللي بكر واي حاكم وأرنتا تضب السرح السارة يا ذات كاسة وحين نقوم وتضيع عن أيده إيه الكير إيه نك إيه الكيسة وعادلينا وشهدنا نقوم كرا وأقوامه لتذكر سل أرنتا إيتهاي وخبرته يا لودي سيد أي لبضة حقوقا عام قبلنا أنك حكم كذلك حقوقا عام ننكنا حكم في سقوقا لبضة حكم
midba koori uu reerkiisa u soo wareysanayaa falki iyo gabadha iyo reerka soo wareysanayaa ka kalana isna saas oo kale uu wareysan marka isla isugu yimaadaan waxay noqonayaan waa labadii warba isu sheegaya marka hadda labadii xaakim ma laba wakiil ba mise waa labadina oo sida xaakimiintii oo kale oo iqood biduuni tawkiil bay kala furi karaan masaladaa khilaafiyi masaladaasu noqotay warkeedana mar bayn halka ka heli doonaa وبي حدثني يحيى عن مالك انه بلغه حسوكا ان علي بن ابي طالب قال في الحكمين كل كاد وحولي الذين كواسوا قال الله تعالى وان خفتم شقاق بينهما ضال لبك بهتات كبقتان شقاق بينهما لبضه احضار خلاف بهتات كبقتان هذا وقعتان خوف ما هكذا حتى المساله ده خوف ليس على ظاهره وان خفتم هذا وقعتان فقط بقش معها وإن خفتم هذا الأولاد إلا محن الأولاد إنه الله ما ضير كذا طب وخاف بوح لاطلا وإن خفتم هذا الأولاد تان دي فكرة شقاق بينه ما ذا الأولاد لا بد روحنا إسرافي بينك أن محل الأولاد وصل قال الأولاد وصل قال الأولاد يو شقاق بينه ما شقاق وصله ما حريص لا بد روحنا الكلام قاعي أما كلام الله عز وجل تقول وبينتنا وصل بها لوجهها حديث كوديبا كلام قعي إذا لقاتان طبع الطوطرة حكما من أهلها وحكما من أهلها إن يريد هذيتونا لبضا وحشيسين إياه إصلاحا حشيسين أو لبضا وحشيان هذيتونا ودي يدود دي إصلاح إصلاح يوفق الله إلهي وإسوا فجنا يا بينهما بين الزوج وزوجته oo in yuriidada loo celiyo labada loo celiyo labada xakam loo celiyo bayna fi ala yuwaffiq Allahu baynahuma labada qabirna dawjkii dawjada loo celiyo ha suura gal oo kale in yuriidada hatay toonaan labadan nin ee xakamku islaaxan hatay toonaan yuwaffiq Allahu baynahuma bayna al-xakamayn oo labada qabirba حكم كله لبض الضمير بحكم كله أما لبض الضمير ب لبض زوجي زوجة اللعبة قولي يعني يريد أعطيت هنا لبض زوجي زوجة المركة لبض حكم ديران أيان إصلاحا إنا يأردو يشيس كل ما أعطو يوفق الله بينهما إلهي بابا فجأة يا حق ولبض باللعبة اليوم انتو بوي نقول إيسا ان ضميرك كل لبض حكم له ذلك اليوم إن لمدة زوج زوجة اللو وذا فيريو إن قهرنا حكم كلو فيريو كتبنا لمدة زوج فيريو تدع سيد خالصا إن الله إلهي كان عليما حكيما خبيرا كل كم حوي يعني فبعثوا حكما حكما ذلك حكم كم وحي لو جد بمعنى حاكم مثل حكم كم بمعنى وكيل وكيل قال لو جد هذا كل شيء في هذا وكيل من وكرا حيا وحين صام الله طلاق الطلاق للرجال طلاق حكا اذكر والعزة للنساء مركا كلها في طلاقك حتى وكوها يو كبدا مال با كبير مال با كبدا كبير لو خلق وحي لو وحي وحي لو بدا حكم لو صورة من ذو بيقالة إما التفريق وإما التوفيق هنا إسوافكيان ولا بدر رفلي سكينه أما التفريق لسنا تفريق إذا هتنا لا بس صورة إن كبرني يجي هشيت كتر أو كبرنا هلا فرو نمكن وحبي يان الله شجعني أما كبرنا هلا فرو أو كل كوح ولا كبرنا لك قاضي الخلق لك تيجي إيه يعني عوض بس كفر أو خلق هذه مجان لك تبغوا يدك خير وحبي كل كوما بعنا لكن نمكن طلاق نمكن فيديو نمكن كلا كبرنا ninka ninka wakiilka ninka xakamkiisu talaaq uma isagu furi gabadha seebu ka ninka kale uga furi karaa maalinta gabadhuna maal ayna iyaduna iga bixiyo oran seebu ninka kale u bixi karaa laba wakiil bay midan ka shaafiida laakiin ma sida kaliya ee gudiga madaxweynaha ay ku hadashay walbaatan ay wuxuu kanka yacna yacna labadii wakiilka wuxuu yiri yuufka inna wuxuu imaamku markay yiri inna ilayhi ma labadooda waxa u sugnaaday al furqata inay kala saaraan بينهما والاجتماعين ليسوا كيان
wax wakiil waxba dama soo qaadan doono ama wax kale keen karana ma isu geyn kara qala malik xulul wa dadka ahtaru ma samaytu min ahli al-ilm ana al-hakamayn yajuzu fi qawluhuma bayna jadir wala marati fi al-furqah wal ijtimaa وفي سلاسة كبيرة بدون التوكيل لما مركب هو الله يتوقع سبب التوكيل بجر المساعدة الفرعية وفي يقول لي إلا رضا الله قالت يا أردت صاعي عن أولا حضي وفي فيمضي على الدوجين وكف لي ما اتفق الحكمان عليه تأسوا لي كذلك والاجتماع كذلك بغير توكيل يقول لي ولا إذن من الدوجين يتبعون توكيلات دعين إذن من الدوجين الأمور أن تعبوا كفر خلافة وحان خلافة لنا لمن قال نجي لتوكيل هلا كيرو يعني خلافة لنا وعليه من التوكيل لقدمه الشافعي لك يقول لي اللي مدهيته وإذا كنت مستعيش الله قهل وإذا وين المدهيته تبصر أطوه قال الله أتعذبه المدب راعي المدب كلاقه لدينا المدايس كلاسة عرب وإيه نو أخذ أحقل بين عينك نو الشافعي رسنا شقك لك جدنا علي الشافعي نعم الشافعي بأساس كريم وبحث وكنت ليه الذي أدى الدوجة يوكل حكمه في الصلاة أو الخلع هو وكارنيا وتوكل يدنا هي حكمها في بدل العوض وقبول الصلاة به ويفرقان بينهما إن رأياه صوابا هذا الصواب أركاه وساطي مقلق حيرا لكن هو مال يسوي ركود اللي يرجع رعتني وبدأ يتكلم أنت بنا سكر رعتني ما مشان شو ما بيحصل الصغير وعليه شيء لكن رجع كلام وحيدين بس خلاص تصاروا خلاك حيل هاد بضبع إذا مشان شو تعذروا وحيدين تدي عن ريت التوكيل كا مو هي يسقيك عن تيس طلاق كتير سيارة طيسة سكوت قبالي تعترض إذا دوب سيرة ذات وصاء walla dadkana waxa uu leeyahay hadii korka la kala geeyo oo sidii iirihi oo kala oo bararki mar hadii uu soo galay barartuu ha lagu qaado iirihi ba xaakimka waxa gacanta lagu galiyay oo xaakimku u furay fasalada waa fasalada darada miisaalada darada oo dararna haasil weeyo halkii bararkii ila suuliyo sayba ku suuliyo istiila la oran tahay in la kala kaxayo oo dararka lagu suulin karo fasaxiba xaakimka bidii darad iirihi xaakimka bidii xaakimku darad فانا ضررت بالكتاب اليوم سهل وقل لك حيث سلوى بسنة تضرر بيها لا تحتاج الى التوكيل باب يمين يزول بطلاق ما لم ينكح منكم ما ضد بمعنى من بال لغة جيدة منكم حضيء طلاقه كبروا نولي جيدة كوسنين أما ولي كل كوسنين مولي هذا اللي يبقى كوسنين هو أفراد منفر هو أفراد فمثلا يدنا كروا هذا الكالي ورطه يمين إلى طلاق بل وجهه باب إلى طلاق يمين تكجرا أما إستقام كنا عطيبا ويمين إلى طلاق وكلم الله يتوقع عطيب وإنه كما نفر يكون عطيب باب يمين رجلي بطلاق ما لم ما لم من بطلاق من لم ينكح ما ضد معنا من قوله هذا سيكون مقرسة كبرت بلاك بوسي وكبرت بلاك ما الله ركرة بهيمة بهيمة ما وروح عقل نفسه وكمان بعض ربنا وفي حدثني يحيى عن مالك انه بلغ ان عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وصالح بن عبد الله والقاسم بن محمد بن شهاب وسليمان فرسه فوق هذه منا بكمون التري يا صحابه يا خطاب كانوا وحي يقولون اذا حلف الرجل كركم كنت في صلاه المراه قبل ان يفرج قبل ان ينتهي في كل سنه ثم عتما وكل سنه دبار قبل ان ينكح وكنت في الله ذات كرسي ان فريو ثم أعطيه أود البابي وقبضيه كوسري إن ذلك اللازم له طلاقة ولازم وهو مقعي إذا نكح فيه كوسري هذا حيث هذا وحي كعانتا بكبجر يقول بدأ كي عن الساس يسو ركعت إما مالك بأساء كنت قلت لكن شافيه صاب الله كعانتا بكبجر يقول كعانتا وحن كعانتا إلي ما حالكيب الله ما هي ما حالكيب الله هي تعليق وحن أنجريب الله صحيح marka isagoo baadato qarta la yimaado ba ka farab bixin laakiin taas ku tagay oo jeesalka thumma atima ay hanisa ibn allah la inna inna dalika talaq la tuwidin ka min bab al wujub al talaq al mu'allaq wa bi qala jama'atun akharu huwa al mashhur sa ta lagu yaqana an halik laakiin hadaka la bahay sabayya
وقال الجمهور وحده وأحمد والشافعي ومالك في رواية ابن وهب والمخزومي لا يقع مدعي. وقال أبو حنيفة وحده وأصحابه يقع بمقم ومدعي لا تعليق بشرط يمينه، فلا تتوقف صحته على وجود ملك المحل كاليمين بالله. والمسألة من الخلافيات الشهيرة ومسائش خلاف قوم فتقها وجهي شو هي يعني مشهور وجهي مشهور إن شنو مشهور نقول نقول كذا خلاف آد مو بديا وخلاف شو مشهور مو بديا لكن سأل الله طلب حوار الرسالة فوق هذا. وبي حدثني عن مالك بن لبيب لي أنه بلغه أن عبد الله بن كان وقع يقول كيف قوله لما قال نك إذا كل إبراءة كيف أنفسنا يفيض ظالم ويغفرطا إنه سوء إذا لم يسمي قبيلة ردون كبرنا قبيلة ذي الشيء أو إبراءة من رهيب لغرن بعينها فلا شيء عليه وحب الله ظلاك وعوى جمع عنه مفرم لكن هدو ريه من أن كيف يسليد ويفرم هدو كبرنا ما بحيث الشيء أنه وفرم هدو قبيلة الشيء أما كبرنا ما بحيث الشيء أفرد تغيب يعني ييدي قول الله سيدي من مسعودي لغا الشيء. وحدثني عن مالك انه بلغ وان عبد الله بن سكار يقول فيما قال نكيدا كل امراه انكحها فهي طالب انه نكو ان لم يصدق قبيله كبرت قبيله كبر سداد نور الشيخ ذهب او امراه بعينها اما هبل امرا فلا شيء عليه. قال مالك وهذا احسن ما صنع وحان مرتاصا ونفسه. قال مالك حرك الرجل ويقول قولا لامراه كبرت في بكل انت طلاق غفرا انت طلاق يعني أنت أدبوا الطلاق بعرض طالق في كتكة الطلاق وكل إمرأة نوي فرطها أنكحها وكل إمرأة إمرأة أنكحها 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 فهي طالق بور وماله مالكيسون صدقة بور إن لم يفعل إن لم يفعل إن يكون لك يجد أنت الطلاق إن لم يفعل كذا وكذا وحاجة وحا طارق صمينا وفرطها. أما وكل إمرأة أنكحها فهي طالق إن لم يفعل أدور صميني كذا وكذا وماله صدقة تبوه إنتم ما لي إن لم يفعل كذا وكذا أنت ويوطى الله حيولي حديب وفرطه هدانا شيء صميني أما كل قبضة أقول سنوه وفرطه هدانا شيء صميني أما مالكيه وصدقه إن لم يفعل سواء يعني استجيب أنك لذلك الكيب اللوجي لذلك هو غاية إن لم يفعل كذا وكذا أدور صميني صدح ذا الصورة يسرع لي أبوه كالرغم رغم فحاني سفر كاسم جبابي ووحي وكتارتي يوسبي يوكتارتي لم يفعل صماها هدونا وحا سمين قصف على الشيء شيء كيف يوسبي إلا الشيء وهدو نفيه إلا لم يفعش له نفي نفيه هداد كتارته سمين بوي على حنسه ونقر هداد فعل كتارتنا سمين الآن بحنسه ونقايا هذا شيء هذا شيء هذا زي ما نقول على رسول الله كان هذا الإنسان من السوق اللي بين طاعة من السوق اللي ما هي ساقف في المكان كبرتي سوق اللي تدي مثال كان هذا يعني سوق اللي بين إنت أيها الطيبة أما إنت أيها البرة الطيبة أنا مثال كان سوق اللي ما هي ساقف في سوق اللي لا أنت هذا إثبات قطارته نفي جا إنت كان قريبا حتى نفي قطارتنا إثبات كحنسة نقرية إثبات كحنسة نقرية تأتي واصلة تأترى دين بوحن كنيري أنت طلاق بوري إن لم يفعل كذا وكذا وكل إمرأة ننكحها في طالق والمال صدقة لم يفعل كذا وكذا فحنسة كاس جنباد قال وحولي إمامكم مركو كهده ومالك إيه سلذي مركي لويتي وحولي قال وحولي أما النساء دمركيس فطلاق يعني فطلقهم أما فطلقهم خلق بكل حوية أما نساء فطلقهم بفرين فطلقهم إذا حساب لي بقى يدعيك الثاني جدا فطلقهم بفرين أما سيء طلاق بمعنى طلقهم لغو فصل أما فطلقهم بفرين لكن لفظك تحدي وحوية أما النساء فطلقهم وجب طالقتنا يفعل لفاعل وفاعل وأما النساء فطلقهم أما فطلقهم أما فطلاق توحيد قد وأما النساء فطلاق بمعنى مطلقات مفرين ومثل كلمه يعني مثل كلمه
إلا المسر كسيدي سبادي لغو خبر ضاعت الله كما قبل قبل انت بضل كركا عن انت بضل إلا أولا بوي لو جابي يعني جابي كان مركب وفرنا قال إلا أولا سيدي سبا خبر هو وصف دائما خبر كله وصف نقضان الدولية وصف هنا دوائن ونقضان مشتق من يوحى جابي تدوم بضوائن لأولا وأما النساء فطلاق فطلاق يضرب لفلانه كما قال سيدي يجب على لغن كيف لكوها تمحل كيوه لا يوظف يعني يقوي دواب الدبر كيسي وأما قوله كل إمرأة انكفع فهي طالق ويجينا فإنه حال يصف فإنه استغى إن لم يصف إمرأة دون شيء بعينها أو قبيلة أو أرضا أما مجاله التي يبتغن عرنا أو نحو ذلك نحو هذا فليس يلزمه ذلك فهو كما قلنا وإنه شر البلد أما أرضا هذا الشيء والكاسي كفر وأما ماله مال كيسا فليتصدق بثلثه ثلث أبي حبالي أنا وضع بحنيني ثلث أبي حبالي كل صدقة يعني واحد صدقة نقضته إلا مال كيب على قدره من مال أرضا كل كيلي داو وحكوه بوبي كرا ثلث وكوه بوبي كرا ثلث وكوه بوبي كرا مال ثلث أبي حبالي تاسو خلق هذا يقول تفصيل في عنه النسي يقول باب أجري الذي لا يمس امرأته كي أن تودي تتابعنا أما أن تابع شدي يعني كري وايد لا يمص امرأة الذي لا يمص امرأة كانوا حوي وادك كبدي بو كري وايد خلاص يقول لك كري وايد كركا وما حل كيبا اللي بقول لي ما عنا كنا عضي من النبا كنا عضي ما اعتراض با كيبي واعتراض بي هاجر ورغو حاجر وايد فكرتها تبر كربر وي وي وي, وي. ويسكب في عيني قلنا يسكب في عيني ودعي قلتا واحد يسا كنت وسبواه كنت مرضى الله أعلم أنه مقرر نعم إن كان قبل جيسا تابنا يعني إلهي كرتدي كقاضي أما عني نما هم نقطة سي دوني هم نقطة محا مدد الله قبل مدد الله رمضي إمتى قبل يسكب طوائد الجيش السادة لغتي إلا قرر كيف يحكو لبقى علي إذا كنت هذه اللي جبوا مدملة مدملة هذه اللي جبوا حبل السوبي حبل لون بس بحرا صقر بكرة دي تبصنا اللون سكرة حما صقر ذيك عاد هذه اللي أكيد منك كلا عينين كان نقطة دو دوي أخلاقة لأن بني آدم بينهم أحد إلى هاي سبب العلم إلى هاي أفر تفصل هذا البوح إلى سبحانه وتعالى كم بوح بروفيسور ما قد يعني إما كجيلال بين كل جنة بارد ويابس بالك بارد ويابس وهذا في تجربة وأحول بوكو وأنا بارد وأنا يابس هو اللي بجنته بروفيسور بارد يابس هذا بارد يابس هذا مو نفسه حجاج أوك مثل حجاج أوك وأنا حار وأنا يابس وحار سلبتيس بارد ما ويكون جيدا نقول جوجل كله يسوي يعني وحوي يسوونه وحار صدقه وانا كل يوم يدنا وضيع شيء ورد شيء كل كا أنت نبغى هذا كل شيء يعني كل حكا كل ده طيب أنا ولا لا أدري كذا يعني فصوص أنا واحد أنا الله يا له فصوص روح وين فصوص على كل كا هتروح وين حاجة كانوا إما كجيلان كانوا خلنا كذا دقائق لجواي وقت هو لوسوبي لوسوبي والهلا سوبي جوجا هكذا وهذا حاجة هكذا وطير تهمر فلنا يشوف بدلتي تقول كذا هذا كذا بالقوة تبى لون ريو وانا كناصح صدقني لأن قاضي لقى جوي محل سوبي كان اعتراض كان أساسه كله السنة دي تختار إيه وإذا تروح له بالكيبة إيه وحلا ود الدوائية بقى إذا ناصح صدقني ولا يرسل كلام هذه إنك فينيها اللي تقول وإذا كنت ذكر كنت وبحوا يسوى نوش القيام ممكن أبرئ وممكن وكلا ومركا لا يمس وجود مكيني لكن حنو هو حاطه قبة وكله وجودان في الله هنا إلى جبرس والذي يأتي ومثل كله وحلو الله فصخنا يا طامع طابش الآن وحنوك حنوك الله فصخنا يا
هذه الروح نفقده هذه هو الكبار ده لما كل كورة انتو تدخل الهيركي وقاله ايضا انا سلك عليه وضرر ايضا ما تروح يا دوقة بدي مصروف كيف هو قاله يقول كاوي ايضا حاكم كيف تليسا وحاوله وانك يسوي التورة تاقب الذي باب العجرين الذي لا يمصر بعضا تنوى مثلا ده وفي حدثني يحيى عن مالك عن الشهاب عن تزيد المصيب انه كان وصوها على الدخول وكيف قوله من تزوج منك كرسي امرأة فبرد منك كرسي وفرد صدق عن كريم أن يمص عين الطاب وبكل وعيد أستاذ الكرسي فإنه يضرب حلو قدر يا أجل سنة أجل أجل بلو قدر سنة ومن سنة أما أجل سنة بالإضافة وبغير الإضافة أجل هدي له سنة تنتوى على قرقل هدي أجل تلقذو سنة تنتنى تبيز بلو قرقل أمس أجل سنة ليسوا إضافين ليسوا لابدوا يسولوا الكلام لابدوا أكتاب كل شيء سنة بالله قلنا سان شيء لنا سنة ده ساس الله قيد الطور ونبت كاسا كده ذكره والله قيد أجل سنة سنة بالله يعني هي لك اللي سوق هي لك كل كابل تقول بني آدم ليه مكفر فراغ ولا جاب حجاج أجيش لقى صوب الله أجيش هكذا لقى صوب الله جاء فإن ما سها لكن أجيب بدل أن أحد عطوه طاعته فالأمر واضح فسخ مجهول فلدي بدل أن أحد هذه إلهي وأخرى وإلا فرق بينهما ولا فرق لكن مثل كوب قيدي سيدا يدو كروس لما تابا الكوهر أطو طامتو وإنتو بلبا نقلو يسوع هذه أمرك الدمو ليس كدو ولماذا إنتو هذا بدن وحيد ما فسق حيا لنك مو يباتين ومي يهي هل يرسو قبل لي أي أنه تكتبي لكن إنتو أبو بدن أغلظا محكمتي أبو بدن أطوي بدن طيبك ويبضان تهيو كبردي يدو تقول كورتا إنكو سيسك عادي أمركي دمار عادت رأيسي كان نخطو كبردي إنك تنظر وهل كجماتو إن أبواب فعلا مثلا دا بس اللي غصة دا يو بداهيب تكرية اللي أدي سود ينظر كيلا سولي وفي عطاي يمكن على وحد الدين إلا دا يدا دا هل كان يمكو كوماسي سن شكرا لكن وحوي نكي وحلقه يا بعد يسقي طر وين وحكت المكان هذا ومسألة لكن ما كتافين حكم بيني فلم يأكل كبر سدي فلم يستطع أن ينصها تابشل وين سورة الويدي هذا هو نسوي وبي حدثني عن مالك أنه سأل إن شهابه على الشهاب إن شهاب عم سؤاله مالك ذا سؤاله مطاي يضرب له الأجل وأجل شمس خيال قدره يعني الزشا يعني قرمى لغيالك أمين يوم يبني فيها مكبوكنا وكبرت وقال الله أقل كليب على قصة الله بها أمين يوم ترافعه وكبرت ومركي أي أكر يا شيء دعوتي إلى سلطان وزدد لك بالله سمك فقال وحيه كنت إيه بشهاد من يوم ترافعه إلى سلطان مركي دعوة في الأوزة بها سمك لك بالله فطيل لما سنة هالي ستة يكبرت وقلت إيه عوبة إليك إن لغفة ستة مالي وحق هذه وين لكن هتيك أنت وحق هذه إيه كنت أنا أزوشوي تلاه وعنوة إلى جوبي فرها في ذلك هذه الدعوة اللي تكفيه هذه الدعوة البيت لكن هذه أي كرك مالتا يحاكم وقر يشيد والقد الصوقر تي دعوة فرط قرك عصب بجد الغب العبد تاسين قط قال مالك حلي فعم الذي في قد مصر امرأة وأن سيد أنا تشيد أنك جبرت كرك يغرق ما تخير ربع طيب ثم اعترض عنها كجيس الذي أوتي وحكونا عين وش قيمه فإني أرغب لله لم أسمع من مقل أنه يضرب له الأجر منك من جهة وقف ثمان مقل ولا يفرق بينهم أنا لك الكيف معي بس إيش في هذا ولا يوجد كل دونك دخل كل كبر الخيرين أما كبر على يدي لأن تان لطابة ما بعد شيء يعني ومر كيف بنا أخينا دعاته دعاته يجب التحيات كوني بين كل حنية تحسيه يجب التحيات مثل الكلام ثاني وقت من النبض اعتراض قناع مع أن النبض يبقى الوجه ذا مسوى وحي أو سورة الجلوه وقبل أذو قبل أمضي قل بقى إلى تا وتا تا تا كلا إلهي أفرج كهذا مين ثنبا النبض وجهنا اللي منا وحلاقة يا با إنه مدي إلهي أفر على يا با منا إلهي كحدة وجدت كتا وذا قبل كيو حيرنا يعني أنا حلاقة يا با يعني أنا هو حكى وحكى نفسه هو كل يوم أنا هو كل يوم لا يبقى كذا وكان إمامكم حبيلي
لكن الحكم قيدي ما لم تتضرر هذين البدن أرد للبدن هذولا كذلك مثلنا فلها هذا وحأصل على كل كأطباء التضليق التضليق بالضرر علماء ضرب مركة مثلنا الدريشين يورم إلا الضرر يزال فلتين ما يدري والمثل أردت إن لبعض الروح أنا إسكاف فرد إسلاك فرد يوم وبرك ينجز كجلو وقاعد يهي الدين اللي هو مثل الجوبان مثل هذا مركة وإن أما هذه دعوة ما تحك الله بدي حكمان كي الله اللي يحضر وحكمان كي حق هذا الله اللي يحضر أما بر كي يزوري ونك الله قد يو يسرنا من اللي تجعي يو وعلى غير يبا تاكل هدو إلهي وعندي سوق اللي هو وبكعي إني على سدير بي مثل هذا تكسو قرن طوطا قرر قصاص ومضان دورين على سدير فأضر الوزار باب جامع الضلاء صلاة قويح الجمعين أيضا مسائش الجمعين أيضا وفي حدثنا يحيى عن مالك بن شهاب انه قال كل بلغني وحيث قال انا رسول الله قال ابن لي لرجل من ثقيف من اوراق ثقيف او اسلم اسلامي من رأى ثقيف وعنده عشرة نسوة تضمن طمر الله صلى الله عليه وسلم حين اسلم الثقفي مرق اسلامي وطبق وسيم النبي يقول لي امسك قبصه منهن يجا كهيسو اربعه وفارق سواهن انت كرمت بس كعبتك ويكاكل يمين افر الضوء لكن أصلاً أفرت أنت أفرت أنت ورباك أقول غريبون من سليلة أسوى أقول أحد أكبر من سليلة أسوى أقول الكلب أكبر من سليلة ولما لا ينتهي لطلب وحيليين إذا اعتبت وأقول غريب كل غريب قال إلا قوة ضبة نكحبك مجري حق واصل قضي أكتين أفرت وحي كضبة نكحبك مجري سبوبي قوة ضبة يو وحي نقر إياه قالك قوة أغري حتى أفرت إلا قوة الله وبعد نكاح من صحيحي قوة من الله ومشكور نكاحه كثيرا إذا لو نكاح الكفار أيهي وكان طبيال أيهي لكن أفرت وحكبنا لموقع لموقع صاد رادي المثلية يعني نساس هدو ارتبه أنا ساقنا فاسقيق وحاكوب الماذا اللي فجأة يرين وإله علمه سبدا ثم بعد طبعا طبعا الله صلى الله عليه وسلم أدريك الكريم ما فجأة يرين أبا إلى الجليسة فلطبق غير تقيق ويتبر بالجليل وحلي فكبضت بطبق على صلى الله عليه وهي رجل فساد رات النكا سبكا هذا الشيء يتبقى تبقى الله صلى الله عليه وسلم غيران إنك لرجلي إنك غيران لرجلي وهي أسلم وتحته عشر نسوة وقال له عمر فقال ولي لأنه أنا اتقب مركز عمر فقلت فبلغ ذلك عمر فقال وقال والله إني لا أظن الشيطان شيطان كوحان مريم ولي في ما يسترق من السبع سمع جبريل كل كهرت الحس مني كل كولي منك قطع قطع علي أنا هرت أنت أنا كبر دعي صدق أنا وحي كل بعفر في دمر دورة لي بقول أقول زبان كيسي وكل كوسي كل كوسي بيسي أم بعفر في بطنه الحال كيسي وكل قيبي عروتي سمعت بعد يقولني يوم ما شيطان بعد يري هذا كوشي أن يركب كوبين هو متاعي شيطان قال ما شيطان بقى ما شيطان بقى وح شيطان كي استراب وسبع لسمين جرب كوشة فكانوا قصوين بود كريه لكن رأى تقيق وقبل الطيب وكا شيء وبي حدثنا هو شيء صاب وبي حدثني عن عارف بن جيجل وابع أمر طينا لقد بريد حديث كان مركز شرح لي درجلي سوح دون أن نقطة لكم الوعى مصر حديث كان درجلي سوى لنا حب مريا لكن هو الوعى مصر آيات القرآن كي مركة قردان شيء علي إذا يجلان إليه طبق هذا البنان بيدي لأن تطبق صورة أيه إنه البنانا يمحيط أنه يسوي درشاننا طبق أفرط ورب حلوي عليه السلام كل كان لليه مركة فرق حلما طال الله كل من النساء مطنى وثلاثة والرباع كل كان لليه مطنى وثلاثة والرباع تعديل إن قرد بركوز بحيث التعديل هي لا تعديل مصنع والله بقى. تعديل كدائية هذه حتى الآن عرفك اللي سوكي كيدي مصنع ورسلة وثلاثة ووضا لترسع معه أو أمس ثلاثة تدح ورسلة والرباحة أو أمس الرباحة أثر ورسلة أنت ويقول كوك هل ويقوب الناس كبري ويقوب الناس يجب لبا كوب الناس والرباحة ثلاثة والرباحة مصنع لبا ويحجر يلوك عطا
أصلا ناوي ثلاثة وربع وحدد يدوى ولا صدق أما الله بقى يصدق أفضل أفضل ولو حين إذا حقا نقوله قاله حقا نحويه يواكره اللغة العربية ما صنعتي وحيكا لغان لبا لبا يبكا لغان أفر بيكا لغان ثلاثة دين إيش بيابا لغان رباعان سديد بابا لغان فلقى بحين أغطي لحي يطبق سديد يطبق تصاب ماين قل ما تاجر إيش حديث تكرر وحيد القرآن كيف يكون حديث القرآن كيف يكون لكن تاسو الروح والفلح وحق كل اللي يدليل كان كان الثاني وكان قد ربصوك عليه ثلاثة من سلام سورة كبر جيبه يبتعي كبر ينبو ويسو انك احسد نبقى عبادتها يا عزيزي اما نبقى هلا قلت الله صلى الله قلت الله وحلليه يا نبيه ومدى إتها الليلة ومدى النبي عليه الصلاة والسلام وحافر كبريا لو ما عاد مدى النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الحجة حديث كان يرجع لها بك هذا يسمى التواتر بك حل حلبة لي ملة الصحابة إلى يومنا هذا نقوم مرة مسلمة وأفر كبريا هذا الله حلو لبه تاريخ والوضع فرقة ساعة رادة رسالة رسالة معها سيئوا إلى الشيخة فرقة وعقل شاهد وضعوه رسوة الله في عادي يدد خوارجنا لبدا قرارة ولبدا تلعب خوارج وقرد في عادنا إلى سديد يتوقع تقص على خوارجنا وقرد سقال خد يدا الشيخ يدو يدا الشيخ إن قرد اللي ما صنع هذه لبدا لقد توقع هذا ثلاثين صدح لقد بلو ربعان عفر لقد بلو حيث لا تغضي حيث غضي سقال الماء وخوارجنا بعض خوارج لا تدريش في عذر الله هذا هذا وحي يهل بالدين ساوي وبي حدثنا ذلك وبي حدثني عن مالك بن الحوري أنه بلغ وحسوك أن عبد الله بن كان يقول حجر في من قال كل امرأة أن تحا في طالب إنه إذا لم يصمي قبيلة الناس رضي ما سرضي أي أمسك منهن أربعة وفارق سائرهن وبي حدثني عن مالك بن شهاب أنه قال في سمعت سعيد بن صيوح حبيب بن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عبد الله بن عزبة وسليمان بن يسترقل يقول سمعت أبي هريرة يقول سمعت عمر بن يقول أيها امرأة كبرتي طلقها زوجها أخرى تطليقة أو أمس تطليقتين ثم تركها مسكدة حتى تحل إلى الحلال ونوري بدل كبحر أو تنكح زوجا غيره أو فيموت أو أمس فيموت وبنته حتى يموت عنها أو أمس يطلقها أو على أخرى ثم ينكحها ذلك زوجها بدل كوسلي من كليل كوسلي لكن كانوا وكانت أبو وفرة وتنكح زوجة غيره فيموت عنها زوجة كانت أو يطلقها ثم ينكحها زوجة هذا دين كرسة الأول عليه فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها طلقة دوها السنين الضخر قلقها فمثلا يجي على خطر أول طلقة دوها السنين حتى كبير دين كلاب كرسة له أما نكي يبقى وكانت هذه هي سيكو بصورة نقطة خلق طلقة ضبط هذا هو وحي طلاقه وحي فسخ فيه هو السوداني قال بالك حلو على ذلك سدى السنة سنة السلوية سنة البلد مدينة عندنا التي سنة صلى الله اختلافا فيها خلاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعند أنا كاتبية شرمات قالبة اللهم صلى الله عليه وسلم وبي حدثني عن مالك الكبير